عندي حته كده في الفك عندي داخل جوه شويه، فانا ربيت دهني عشان ايه الجنب ده ما كانش ظابط، واخف ده ده اكتر واخف ده. قلت شادي دي قال لي لا، طب ما انت ممكن تعمل هنا تملى هنا تخلي ده زي الجنب ده. ليه اللوم الزايد على عمر كمال بعد زراعته لدقنه؟ لا هو اول واحد يعمل عملية تجميل ولا هيكون اخر واحد. تعالوا نشوف مين سبقوا من الفنانين في عمليات التجميل. محمد فوزي. الفنان الكبير محمد فوزي من اوائل النجوم اللي خضعوا لجراحة تجميلية، عمل عملية جراحية عشان يصغر شفته اللي فوق على ايد طبيب بريطاني. مايكل جاكسون مدمن عمليات التجميل. الموضوع بدأ معاه بأنه كان عايز يعمل عملية تجميل لمناخيره، وعمل بعدها 100 عملية، وبعد الرقم الضخم ده حاول يصلح اللي دمرته كل الجراحات. بعض أصحابه قالوا أنه كان نفسه يبقى شبه المغنية الأمريكية ديانا روس، وناس تانية قالت أنه كان عايز يخفي ويسحق كل الملامح اللي ورثها من أبوه اللي كان بيكرهه، فعمل عملية تجميل لمناخيره واللي بعدين سدت الشعب الهوائية عنده، وعمل عملية تجميل لدقنه وجرب حقن البوتكس، بيض بشرته، نفخ خدوده وشفايفه. مدمن بجد العمليات التجميل. أحمد سعد عمل عملية لنحت الفك مع الفيلر كنوع لتقوية السمات الذكورية، وكمان السبب في كده إنه كان بيعاني من مشكلة في سنانه خلت الفك اليمين مختلف عن الفك الشمال. راغب علامة اعترف الفنان اللبناني راغب علامة انه عمل عملية تجميل وانه حقن وشه بالبوتوكس، وده عشان يخفي علامات التقدم في السن، وقال انه على اقتناع تام باللي عمله. باسل الخياط. الفنان السوري باسل الخياط عمل جراحة تجميلية واحدة في بقه، وقال ان دكتور التجميل اللي استشاره قال له انه عنده تراجع بنسبة معينة في الفك السفلي، فعمل العملية دي عشان يقربه ويكون في تناسق في وشه. وائل كفوري عمل جراحة تجميلية عشان يصغر حجم بقه، وكمان عشان يبان أصغر من عمره الحقيقي. حسين الجسمي. الفنان حسين الجسمي عمل عملية ربط للمعدة عشان يحسن شكل جسمه، لأن كان عنده السمنة الزائدة، ووقتها عدد كبير من جمهوره هنوه لأنه بيحافظ على صحته. صابر الرباعي. المطرب التونسي صابر الرباعي اعترف أنه أجرى عملية تجميلية واحدة، وهي زرع شعر في أمريكا. كاظم الساهر ما غيرش ملامحه بشكل كامل، لكنه حقن البوتكس عشان يرجع شبابه، كمان اعتمد على الهوليوود سمايل عشان يعمل تعديلات بسيطة. عاصي الحلاني حقن بوتكس وفيلر عشان يشد تجاعيد وشه ويخفي عيوبه ويحافظ على جمال وشه، وأهم عملية كانت إزالته لشنبه. دول كانوا مجموعة من الفنانين اللي خضعوا لعمليات تجميلية. قولولنا، هل لاحظتوا الفرق بين قبل وبعد عمليات التجميل؟ وهل انتوا أصلاً من أنصار عمليات التجميل ولا لأ؟ ومين من الفنانين ملاحظين انه عامل عمليات تجميل؟